مؤكد إن في شخصيات في الأبراج أقوى من شخصيات، وفي شخصيات بتكون أقل شوية، وفي شخصيات بتكون قريبة للضعف. دي حقيقة لازم إن إحنا في البداية كده نعترف بيها. ولكن في حاجة ممكن إنت تكون سمعت عنها وممكن إنت تكون تجهل بيها، ولكن مش ده اللي يهمنا. اللي يهمنا إن الحاجة اللي هنقولها لك في موضوع الفيديو أو موضوع الحلقة بتاعت النهاردة دي، حاجة لو قدرت إن إنت تحصل عليها في شخصيتك، تأكد إن إنت هتصبح واحد من أميز الشخصيات، أو شخصيتك على الأقل هتصبح شخصية من أميز الشخصيات. أهلا بكم، جايبين لك معانا في الحلقة دي صفة واحدة كده، يعني لو قدرت إن إنت تحصل عليها هتنفعك كتير أوي، هتبقى كويسة جدا لشخصيتك، وهتخلي شخصيتك شخصية فريدة جدا وليها وضعها. ولكن سريعا كده في البداية، خليني أشكركم جدا على كلامكم الجميل اللي دايما بيحسسني إن إحنا فعلا عيلة واحدة، وكمان أشكركم إن إنتوا بتعرفوني بنفسكم لأني عرفت عدد كبير أوي منكم، وأشكركم كمان على تفاعلكم الكبير في المنتدى لأن أيضا رأيكم يهمني. وفي البداية كده لو إنت لسه جديد، عرفنا طبعا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس، ويلا بقى ندوس اللايك التشجيع اللي تعودنا عليه. عايزين نوصل الحلقة دي بالذات لأكبر قدر من الناس، وانا مثبت في اول تعليق روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها. يلا بينا. لو سألت نفسك سؤال واحد كده ورجعت بالذاكرة معايا للخلف شوية، سألت نفسك معظم الحاجات اللي انت كنت بتتمناها اللي راحت منك سببها ايه، ومعظم الظلم اللي وقع عليك من الآخرين سببه ايه؟ هتلاقي باختصار حاجة واحدة، هي ان انت ما عندكش ثقة في ذاتك، او ما عندكش ثقة في نفسك. اذا الميزة اللي احنا بنتكلم عنها في حلقة النهاردة هي ميزة الثقة، واياك ان انت تستهون بكلمة زي دي. هي صحيح كلمة واحدة ولكن معناها كبير قوي، ومش اي حد على فكرة بيقدر ان هو يمتلكها. إذا الثقة هي الميزة اللي ممكن فعلا تخلي شخصيتك تتفوق على أي شخصية أخرى. تقدر إزاي إن أنت يكون عندك ثقة في نفسك؟ بحاجة واحدة بس تحطها دايما في تفكيرك وتخليه مبدأ ثابت، نصيحة يعني أخوية، خليه مبدأ ثابت في حياتك امشي بيه. اعرف إن أنت لو ما عندكش ثقة في نفسك محدش هيثق فيك، وعلى قد ما يكون عندك ثقة في ذاتك أو في نفسك، على قد ما أنت هتلقى ثقة من الآخرين. وبالتالي أنت لو ما عندكش ثقة في نفسك هتصبح شخصية لا يعتمد عليها، وإذا أصبحت شخصية لا يعتمد عليها، إذن أنت أصبحت في الآخر شخصية مهمشة بلا أي دور. طبعا الكلام ده اللي احنا بنقوله ده هيهم نوع واحد من الناس بس، النوع اللي عايز ان هو يكون افضل. خلينا نعترف ان الثقة عند الناس مش واحدة، في ناس عندها ثقتها في نفسها ضعيفة جدا، وفي ناس عندها الثقة يعني متوسطة، وفي ناس عندها ثقة في نفسها بلا حدود. اسعى دايما ان انت تطور من ذاتك، تطور من شخصيتك، واستعمل عقلك دايما عشان توصل للهدف ده. الموضوع مش صعب، ولكن الموضوع محتاج محاولة، ونفهم الطريق اللي احنا هنمشي عليه والمبدأ اللي احنا هنتحرك من خلاله. في النهاية الحاجة اللي عايزين نقولها، فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إياك أن تنتظر أن يثق أحد فيك وانت ما عندكش أصلا ثقة. انا مش حابب ان انا اطول عليكم. اكتبوا لي ارائكم ومشاركاتكم، ودايما عرفوني بنفسكم، انا بتعرف عليكم اكيد، وبنقرب من بعض طبعا من خلال التعليقات. وخلينا كده نذكر ونقول اللي نسي يدعم الحلقة دي او الفيديو ده بلايك، يدعمه بلايك، عايزين نوصله لاكبر قدر من الناس. ويلا بينا بقى على المنتدى عشان تختاروا معايا الحلقة القادمة. هتوحشوني.